السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم المتعلقة بقطاعات الشؤون الخارجية، التربية الوطنية، التعليم العالي، البحث العلمي والصناعة. بعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل السيد الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، واصل المجلس أشغاله بالاستماع والمصادقة على العروض التالية: التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد العرض الذي قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي إنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات ومدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل واحدة بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله، أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة الموجهة نحو اقتصاد الغد، التي تعتبر خطوة رئيسية نحو بناء الجزائر الجديدة، مشددا على وجه الخصوص على ما يلي: الموافقة على إنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي بموجب مرسومين رئاسيين، ضرورة توفير كل الظروف البيداغوجية والخدماتية لتشجيع منتسبي هاتين المدرستين ومنحهم التحفيزات اللازمة لتمكينهم من رفع مستوى التحصيل العلمي وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل لاحقا، إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتأطير خريجي هذه المدارس العليا ومحاربة ظاهرة الأدمغة. التوجه بالجزائر نحو تكوين أعلى في مجال العلوم بكل تخصصاتها مع تشجيع تبادل التجارب في مجال التكوين مع شركائنا في الخارج. خلق مدن علمية تتضمن مدارس وطنية عليا متخصصة في مختلف جهات الوطن تعيد الاعتبار لتكوين النخبة بناء على دراسة واقعية وعميقة للاحتياجات الوطنية من الموارد البشرية خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة وكل القطاعات الأخرى الخلاقة للثروة. التأكيد على دور المدارس الوطنية العليا في تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف النخب كما عهد عن الجامعة الجزائرية. المحافظة على الطابع العلمي والتكنولوجي الصرف للقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله. في قطاع التربية الوطنية، قدم وزير التربية الوطنية عرضا حول إنشاء مدرسة وطنية لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم، تدخل على إثره السيد الرئيس مشددا على ما يلي: ضرورة التكفل بكافة المواطنين من كل الفئات بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان التربية والتعليم المكيف عبر كافة ولايات الوطن. إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم ووضعها حيز الخدمة مع الدخول المقبل في والعمل على تطويرها لاحقا لتصبح مؤسسة ذات بعد إفريقي وعربي في هذا المجال. تكليف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع مع التركيز على تطوير عمليات زراعة القوقعة، وذلك بالشراكة مع المؤسسة الناشئة الجزائرية التي تنشط في هذا المجال. تكليف الحكومة بإيجاد الآليات الملائمة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد. أما بخصوص الوضع باستحداث بكالوريا الفنون السمعية البصري، المسرح، السينما، فقد أبرز السيد الرئيس الدور المنتظر للثقافة والفنون في تجسيد مشروع التغيير المنشود والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تقوية التربية الفنية وفي الوسط التربوي لجعلها مشتلة لتربية المواهب وتنميتها في مختلف التخصصات لتوجه من القواعد نحو صناعة فنية حقيقية.
وبهدف تكوينهم المبكر وفسح المجال للشباب الجزائري لتنمية مواهبه وهوايته في مختلف التخصصات. أهمية التكامل والتنسيق التأمين بين قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في مجال التكوين الفني، توفير كافة الشروط لإنجاح مشروع استحداث بكالوريا الفنون الذي يهدف إلى ضمان تكوين جيل جيد من محترفي الفن في مختلف التخصصات التي يتيحها هذا المجال الواعد، باستغلال الرصيد التاريخي الكبير للجزائر في بعده الدولي الإفريقي والمغاربي وترقيته في التخصصات الفنية. وفي قطاع الصناعة، وبعد العرض الذي قدمه السيد وزير الصناعة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، لح السيد الرئيس على اعتماد مقاربة تجمع تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط، ضرورة أخذ معايير السلامة البينية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 لتر، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد، تخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية على أن يتم التقليص الأدنى لأدنى حد استيراد سيارات الديزل. أما بخصوص مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفية منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، طلب السيد وزير الصناعة تعميق النقاش حول المشروع ليعرض لاحقا. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة 3 مشاريع مراسم رئاسية قدمها السيد وزير الشؤون الخارجية، تتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاق المؤسسي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الموقع بباريس في 29 ماي 1990، وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي 2004 و30 سبتمبر 2011، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاق للتعاون مع جمهورية تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية، وآخر مع جمهورية أنغولا يتعلق بإلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمة. وفي ختام الجلسة وافق السيد رئيس الجمهورية على تكريس يوم 27 ماي تاريخ إعدام الشهيد محمد بوراس يوما وطنيا للكشافة الإسلامية تخليدا للملاحم ومحافظة على الذاكرة الوطنية وتعزيزا للتضامن الوطني وتعبيرا عن إرادة الدولة في تطوير الحركة التربوية التطوعية التي تغرس روح العطاء والقيادة. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة. انتهى بيان مجلس الوزراء. كما هذا ونلفت هذا ونعتذر من مشاهدينا بسبب تأخير بث هذه النشرة لأسباب تقنية بحتة. الآن تبعا لما تم تداوله مؤخرا حول مسألة إحداث تغييرات على الحدود الإقليمية لبعض الولايات الجنوبية بعد استحداث الولايات العشر الجديدة، تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتؤكد أن القانون 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد هو الساري المفعول، ولم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية. كما تذكر الوزارة أن تقسيم الإقليمية للبلاد يخضع حصريا لأحكام القانون، وهذا طبقا لأحكام المادة 139 من الدستور.
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الشعارين الرسميين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 من جوان المقبل، واللذين تضمنا عبارتي فجر التغيير وتريد التغيير أبسم باللغتين العربية والأمازيغية. ومن المقرر أن يتم استخدام هذين الشعارين في كل الملصقات ذات العلاقة بموعد 12 يونيو، لا سيما في الحملة الانتخابية المقررة في الفترة الممتدة من 17 من ماي إلى غاية 8 من جوان. بعد ترقيتها لولاية كاملة الصلاحيات، تعتزم السلطات المحلية للمنيعة تجسيد برنامج سكني يتمثل في مدينة جديدة، وهذا تلبية لحاجيات المواطنين في السكن. وسيلة بشارب والمزيد. المنيعة هي اليوم ولاية بكامل صلاحيات، تحريرها من القيود البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن سيساهم في بعث التنمية في كل أشكالها بما فيها السكن. القطب العمراني الجديد بحاسيل قارة الذي يتربع على 600 هكتار سيستقبل أكثر من 30,000 نسمة. كل الصيخ متواجدة بالقطب. عندنا هنا أكثر من 2800 تجزئة اجتماعية إعانة زائد قطعة أرض، عندنا أكثر من 337 تجزئة ريفية، عندنا تقريبا أكثر من 1300 سكن اجتماعي بصيغة البيال، وعندنا تقريبا 100 لوجمو عدل هذه راهي واجدة، عندنا البيا بروغرام 100 لوجمو في طور الإجراءات. استلام القطب الجديد مرهون بربطه بالكهرباء. التسليم هو درك بقى لنا إشكالية فقط في ربط الكهرباء داخل القطب، تم جلب الكهرباء إلى القطب في انتظار إنجاز المحولات وربطها بجميع ربط المحولات جميعا بشبكة الكهرباء متوسطة الضغط. تولي السلطات المحلية أهمية قصوى للسكن، لذا قررت بعث مشروع المدينة الجديدة. تم تعيين مدير اللي راه يتبع في الميدان، دراسة راها تقريبا جاهزة، وهذا القطب أو المدينة الجديدة اللي هي ممكن تعطي آفاق جديدة للمنيعة. ترقية المنيعة لولاية من شأنها تحريك عجلة التنمية بمدينة الواحات. ضمن استراتيجية وزارة التضامن وقضايا المرأة لمرافقة المرأة الماكثات في البيت والمرأة الريفية، كثف أعوان مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية عنابة في كل من منطقة بوزيزي وعين بربر بسرايدي من نشاطهم للتكفل بالعائلة المعوزة. عائشة ببريق تفصل. جميل أن تتمسك بأرضك، والأجمل أن تحظى بالمرافقة والدعم. هنا بمنطقة بوزيزي بأعالي سرايدي بعنابة، خلايا وكالة التنمية الاجتماعية تقف على مشاريع الأسرة المنتجة لفائدة المرأة الريفية. عندي أكثر من 20 سنة وأنا نخدم في الفلاحة هنا. وكالة لونجام جاءوا عندنا واتصلوا بينا وكل شيء، وسلفنا من عندهم قرض مصغر 10 ملايين، وهاني قاعدين نرجعوا بشويه. نحبوا نتصلوا بهذوما الفئات وعلاش، خاطركش معزولين بعاد، يخافوا من الاداره، يخافوا من القروض، يخافوا من كلش. دونك حنا ديما كي نروحوا لهم نقولوا لهم باللي كلش ساهل، كلش ممكن، الوكاله تاعنا راهي تعاونكم. قدمنا في مناطق بعد حتى وصلنا حتى بعد المناطق الظل اللي حالينها الموجوده على مستواها، وان كان دعم مختلف لبعض النساء اللي كانت بعض النساء لا تعرف حتى ما معنى الفاتوره. الآن أصبحت هذه المرأة عندها مشاريع فلاحية، مشاريع على مستوى اقتصادية، وكذلك تروج حتى الاقتصاد المنتوج تاعها حتى خارج الوطن. غير بعيد وبمنطقة عين بربر وبرفقة أعوان مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، فريدة واحدة من اللواتي استفدنا من القرض المصغر. اليوم راهم هنا معايا باه يشوفوا الخدمة ويشوفوا كيف ماه والماتريال اللي مدولي، والحمد لله يا ربي. إدماج اقتصادي واجتماعي من شأنه الدفع بعجلة التنمية في هذه المناطق. وفي حديثنا عن المرأة الريفية نتوجه الآن إلى بلدية سيدي عبد العزيز بجيجل، حيث تنقل لنا الزميلة نجوى الأخضر قريقة يوميات المرأة الريفية في رمضان. نتابع. الحاجة فهيمة مثال المرأة الريفية القوية، تعودت كل شهر رمضان وعلى مر السنين على تقسيم وقتها بين البيت وخدمة الأرض. هكذا ديما انا مع الصباح ندير الفطور تاعي بدو بونور،
ونعشي لابخي ميدي نعشي مروبوزيا جي سوي سور دو موا بلي الفطور تاعي واجد هاو يطيب بارتي فو تورغانيزي روحك كلشي بسيدي عبد العزيز وعلى مساحة 3 هكتارات استثمار فلاحي عائلي تقف عليه الحاجة فهيمة كل يوم، فحبها لخدمة الأرض دافعها الأول للاستمرار. نوض صباح بكري كي نصلي نخدم الغداء تاعي ونخدم كلش اللازم تاعي ونجي فيغ 7 لهنا فيغ 7 و30 نبدا نخدم بشوي 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 بيدي وبيدين بنتي وولاداتي نخدم فيهم بهذه الحرفة ما تروح ليش. تقدس الحاجة فهيمة العمل، فرغم مشقة الصيام ورغم كبر سنها لا تدخر جهدا لخدمة أرضها وعائلتها. صحيا، تعرف مستويات الإصابة بكورونا منحنى تصاعديا، حيث تم تسجيل 156 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وثلاث وفيات رحمهم الله، في حين تم 311 مصابا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. وأمام هذا المنحنى التصاعدي تشهد الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية نوعا من التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. ليندا مكي تجولت بشوارع العاصمة وعاتت بالتالي نتابع. استهتار كبير بالتدابير الوقائية من كوفيد-19 هو ما سجلناه بأسواق وشوارع العاصمة، لكل واحد عذر يتحجج به. الكمامة هذه احنا تلمو مش متقفين، تبدأ بيانا الأول اللي تقول يديروا الكمامة ما يجيش يشلع لك يزعف مشكل كبير. مشيت عبر الموبيل تقلق بزاف وين بديها ونحصل فيها منش دارتها البابا بس خلاص كورونا منش حسب لي كاين كورونا نحيتها على ما كيش دارتها قلنا لا ما سي بون كاليسي مأمني يقول لك ما كاش منها خطر لو كان ولد كان مرض يمه ولا بابا هو يحس بها. وعي يجب أن يتحل به الجميع لتفادي انتشار العدوى وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس أكثر مما هو عليه الآن. لاحظنا هاد الأسبوعين هادو اللي جازوا باللي راهو كاين ارتفاع في حالات الكورونا، صحيح ما راناش في الموجة الثالثة بصح رانا خايفين ندخلوا لهاد الموجة الثالثة. سي بور سا كو لازم المواطن لازم يكون واعي ويعرف باللي الكورونا ما زالت. النصيحه هي الكمامه، جيست باريير، ديستانساسيون كيما كنا مع الاول باش ما ندخلوش في الموجه الثالثه. الالتزام بالحيطه والحذر ضروري من اجل سلامه صحتنا. بشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم في عدة ولايات من الوطن عملية تفريغ مخزونات معتبرة من مادة البطاطا قصد خفض أسعارها في السوق الوطني التي تعرف التهابا في الفترة الأخيرة. هذا وتشهد الأسواق ارتفاعا جنونيا في الأسعار، وهو ما رصدته لنا وهبة دنداني. تذمر كبير أبداه المواطنون هنا بسوق علي ملاح بالعاصمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الخضار خاصة مادة البطاطا في أول أسبوع من رمضان. الأسعار رها النار، الأسعار اللي تحطي عليها يدك ساعة تكون وفرة موجودة، نعم تكون وفرة نقصة تطلع طبيعة الحال. والبطاطا هذه يرحم بابك على باك وقت لحقت حتى الدوزمين. الباعة من جهتهم يبررون هذا الغلاء بعدة أسباب. بطاطا 10,000 الكيلو العام فات اون بلان كورونا، كي كانت الكورونا العام فات في رمضان كانت 40 دينار 4,000 الكيلو 5,000 الكيلو، وهذا العام كي نقص سوا ديزون نقص كورونا العام اللي فات هذا العام 10,000 الكيلو ساس باسيسي كل واحد قدام يتاعو. كيما البطاطا البارح دخلنا باش نشرو البطاطا لقيناها 8,000 في الجملة، مع الاول مقبل رمضان خلصناها ب 6,000 والبارح خلصناها ب 8,000، علاش ما فهمناش والله ما فهمنا يا اختي.
ولإعادة التوازن للسوق وخفض سعر البطاطا، باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم على مستوى عدة ولايات من الوطن بعملية تفريغ مخزونات معتبرة من مادة البطاطا، والعينة نقطة البيع التابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية بباب الواد بالعاصمة، التي شهدت تفريغ 500 طن من هذه الأخيرة. اليوم كان الخير باش نمدوه، يعني باش نوزعوه للمواطنين بسومة معقولة، ولا 4500، وشفناها باللي يعني راها كثرت، مازال نقدروا نزيدوا نهودوها. العملية ستسمح ببيع البطاطا مباشرة للمواطنين بأثمان معقولة والقضاء على الاحتكار. تفقد المدير العام للجمارك نوردين خالدي بوهران عددا من المصالح بمطار أحمد بن ملا الدولي على غرار مساحة الإيداع المؤقت الجديدة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. خالدي وفي لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين لناحية الغرب أكد تقديم التسهيلات الجمركية الكفيلة بضمان ترقية الخدمة العمومية وإعطاء ديناميكية أكثر لحركة البضائع، خاصة على مستوى الموانئ ومطارات الشحن، حتى نكونوا يعني مسيرين لكل النشاطات الاقتصادية. وإدارة الجمارك هي إدارة مرافقة لكل هؤلاء، سواء في المنافذ البحرية والبرية والجوية. نأمل أن تكون هناك نتائج إيجابية إن شاء الله بعد هذا اللقاء، وإحنا أذن صاغية لكل المتعاملين الاقتصاديين سواء في مجال التصدير أو في مجال الاستيراد. أشرف اليوم المفتش الجهوي للأمن الوطني بالجنوب الغربي عميد أول للشرطة نكيد عكاش على تنصيب عميد أول للشرطة شالا رشيد رئيسا لأمن ولاية ابن عباس بعد ترقيتها إلى ولاية كاملة الصلاحيات. انتقلت اليوم إلى رحمة الله الفنانة نعيمة عبابسة عن عمر ناهز 53 سنة بعد معاناتها مع المرض. رحم الله الفقيدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، طلبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقية جنيف ذات الصلة والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. ومن جهة أخرى، أكد المبعوث الأممي الأسبق للصحراء الغربية كريستوفر روس أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة للصحراء الغربية متهور وخطير. وقال الدبلوماسي الأمريكي في منشور له على الفيسبوك إنه ناقش في 14 أفريل الجاري رفقة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون في برنامج نقابة المحامين في نيويورك، ناقش قرار ترامب مضيفا أنه طالب هو وبولتون بإلغائه. في فلسطين المحتلة، اقتحم أكثر من 100 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال التي اعتقلت أسيرا محررا جنوب جنين بعد خروجه من المسجد الأقصى، كما احتجزت 3 مرشحين للانتخابات التشريعية بعد منعهم من إقامة مؤتمر صحفي شرق القدس. وفي مصر، هلك 8 أشخاص وجرح أكثر من 100 آخرين إثر انقلاب عدد من عربات قطار القاهرة المنصورة بعد خروجه عن السكة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، حيث أدى إلى توقف حركة القطارات في الوجه البحري. في مستجدات فيروس كورونا في العالم، أرقام مخيفة سجلت في العديد من الدول التي سارعت إلى تشديد الإجراءات الاحترازية. فرنسا عادت لفرض حجر صحي صارم لعشرة أيام على جميع المسافرين القادمين من البرازيل والأرجنتين وشيلي وجنوب أفريقيا ابتداء من 24 أفريل الجاري، فيما سجلت الهند أزيد من 260 ألف حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة
الأخيرة. هذا فيما شهدت دول أوروبية مظاهرات مطالبة بتوفير اللقاح الذي أسرع في أسرع الأجل. ونختم نشرتنا من سور الغزلان، تلك المنطقة الأثرية الضاربة في عمق التاريخ التي تعاقبت عليها الحضارات والأزمنة من العهد الروماني مرورا بالعثماني إلى الاستعماري. نسيمة يعقوبي. بعرقتها، آثارها، تاريخها وبصمتها، سور الغزلان أو مدينة أوزيا كما كانت تسمى في فترة ما قبل التاريخ، هي المدينة الضاربة في عمق التاريخ والتي تعاقبت عليها حضارات عدة. هي المركز العسكري في الفترة الرومانية. الفترة القديمة التي ميزتها المعالم القديمة التي لا تزال شامخة إلى يومنا هذا، وخاصة المتمثلة في الأنصاب اللاتينية. هذه الأنصاب اللاتينية هي عبارة عن معالم جنائزية، نذرية، شرفية، إمبراطورية. هذه المعالم التي نحن في صدد التحدث عنها هي عبارة عن معالم تحمل في كتاباتها اللاتينية الظاهرة على وجه الأنصاب، لتسمى بعدها في الفترة الإسلامية بسور الغزلان، اسم ارتبط بوجود الغزلان بالمنطقة آنذاك حسب الروايات، ليستخدمها الفرنسيون معسكرا لقواتهم، أين قاموا بتشييد سور يحيط بالمدينة محصن بأبراج وثكنة مزود بأربعة أبواب. بنيت هذه المنشآت في عهد الدوك أومال بين 1846 إلى غاية 1862، هذه الفترة التي قام فيها الاستعمار بتدمير كل ما وجدته قديما في هذه المدينة لتبني مدينة جديدة على أنقاض هذه المخلفات. سور الغزلان بكسر الغين، ثقافة، حضارة وتاريخ لم ولن يضمحل بمرور السنوات. نهاية النشرة وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والمجلس يوافق على إنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي وإنشاء مدرسة عليا متخصصة في تكوين أساتذة مختصين في تعليم الصم والبكم. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية ومحاربة الغش والتحايل في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. تزويد الأسواق بكميات إضافية من منتوج البطاطا، والمواطن يبقى رهين الارتفاع الذي تسجله أسعار الخضر لاختلاف أنواعها. وأمام الارتفاع المحسوس للمصابين بكورونا، كاميرا التلفزيون ترصد التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية بالأسواق والفضاءات العمومية. نشرتنا تمت، شكرا لكم على متابعتها. صحفتكم، إلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، صحفتكم، السلام عليكم ورحمة الله.